مكلفة بسكرتارية باتحاد الأدباء الدولي، المقر ديالو في أمريكا، رئيسه إياد البداوي. فرع المغرب، السكرتارية بفرع المغرب. الهدف ديال اتحاد أدباء الدولي فرع المغرب طبعا اللي كنتكلم عليه، هو تثاقف، او لبغيتي تقول اننا بغينا نكونوا السفراء ديال الكلمه اللي كتمثل المغرب دوليا على الصعيد العربي وعلى الصعيد الدولي. نحمل شعار السلام، نحمل التثاقف، وهم العالم العربي هموم الثقافة أو اللغة العربية، لغة الضاد يعني، وإيصال الكلمة لأقصى حد القلوب البعيدة، يعني اللي ما قدرتش باش تسمع لنا، حنا كنحاولوا أننا نوصلها عن طريق التثاقف مع الأمم. نعم، وبالنسبة للحضور ديالك أول مرة يعني فد مدينة العرائش، مدينة العرائش يعني كانت لي دعوات كثيرة باش نحضر، ولكن لم تتح لي الفرصة، الظروف كانت تحول. اليوم يعني كان الحضور ديالي يعني كنت سعيدة بهذا الحضور بدعوة من الأستاذة مليكة الجباري، رئيسة فرع اتحاد الأدباء الدولي. وصدقا كان الملتقى هذا اللقاء في المستوى او يعني حقق بها المتوخى منه، واستمعنا لأدباء يعني من انحاء المغرب، من اسفي، من العرايش، من الحمامة البيضاء. وكانت لي فرصة انني نلتقي بزكية بوقديد اللي كان عندي معها يعني صداقة وعلاقة عن طريق وسائل التواصل، ولكن اليوم صافحتها يد بيد وتعانقنا وتعانقت الكلمات بشكل يعني يملأه المحبة والود والاحترام والتقدير لجميع جهات المغرب. وفخورة أنني كنت بين هذه الزمرة المتألقة من المثقفين. نعم، ساهمت الجائحة يعني في تراجع يعني صوت المثقف، يعني الخفوت ديال صوت المثقف. كيف يمكن تجاوز هذه الوضعية بالجائحة خاص يعني؟ لن نقول أن خفت صوت المثقف، فقط هذه الجائحة يعني وضعت حصار، نوع من الحصار، وقع تباعد يعني واحد الخمول يعني، ولا صعب باش الانسان يكون واحد تواصل ويكون واحد اللقاء اللي كيعطي ديك الشحنه او الدفقه ديال الاحساس والاستمرار بالعطاء الاكثر. ولكن الحمد لله بدا التجاوز ديالها، ولو ان اللقاءات كتكون كتفرض ان نكون قلال في هذا، ويكون ولكن الحمد لله بدأ يعني ذاك الحصار كيرتفع، وبدأت الأنشطة الثقافية تعود من جديد، وبدأ ذاك الدفء الثقافي نحسه ونشعر به يعني من طرف المثقفين والجمعيات المهتمين ذاك المجتمع المدني، وشكرا لهم. شكرا سلام.